هنروح لمجلس النواب اللي واصل جلساته للاستماع لبرامج وخطط عمل الوزراء. النهارده البرلمان استمع الى بيان كل من وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه ودكتوره نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه. علشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون النائبه مارسيل سمير امين، وهي امين سر لجنه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. ست النائبه اهلا بيكي، وكلمينا عن اهم مشاهداتك لجلسه النهارده وايه اللي توقفتي امامه في بيان وزيره التجاره والصناعه. اولا العرض اللي تقدمته سياده الوزيره كان عرض متكامل، وكان انعكاس للمشروعات القومية الكبيرة اللي بتحصل في مصر، وإن التوجه للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعزيز القيمة المضافة وتنمية سلاسل الموردين وتحقيق نمو اقتصادي قائم على النهوض الصناعي متكامل وتنمية سلاسل الموردين وحماية الصناعة الوطنية. بيان الوزيرة كان وافي جداً، أكد اتجاه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القارة الأفريقية ومحاور التجارة الخارجية وإعادة تشكيل المجالس التصديرية، وطبعا اللي كلنا منتظرينه إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. واستفادت الوزيرة في توضيح الفايدة من القانون واهم المزايا اللي هو هيديها للصغار المستثمرين، بالذات المشروعات متناهيه الصغر، من توفير قروض وتسهيلات، ويعني مدى تنفيذ هذه اللائحه هينعكس بشكل سريع جدا على حركه المشروعات خاصه للمتناهيه الصغر. يعني اهلنا في المستفيدين من مبادره حياه كريمه في توجه كمان لخلق بيئة مواتية للمشروعات المتناهية الصغر مع مبادرة حياة كريمة في 1500 قرية، فإن شاء الله الانعكاسات ده كله هتبان قريب جدا. يعني إن شاء الله أبرز الملفات والمشروعات القوانين اللي على أجندة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب إيه يا ست النائبة؟ هو اللجنة لجنة المشروعات لجنة نشيطة جدا من ساعة ما ابتدى دور الانعقاد. إحنا كان في كذا اجتماع مع معالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والنهارده كان عندنا دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعندنا عدد من الوزراء بنناقش الوزراء في بياناتهم، وبنحاول نخلق من البيانات دي إطار تكاملي أو تعاوني مع جهاز تنمية المشروعات عشان الفايدة تكون معممة ويكون في تكامل بين الجهات. ممتاز. أنا الأولوية عندنا الجدول هو اللائحة التنفيذية لقانون مشروعات القانون تنمية المشروعات، لأن اللائحة التنفيذية هينعكس عليها مشاكل. يعني ساعة التنفيذ بتبان بقى لو في حاجة محتاجة تعديل، لو كنا هندخل بطلب تعديلات على تشريعات بعينها هيبان ساعة بداية التنفيذ. احنا لجنه بتتابع على الارض، يعني اللجنه ليها هتعمل زيارات وبتتابع المصانع وبتتابع المناطق الصناعيه، فهي لجنه حركيه اكثر من انها يعني هي لجنه بتصدر تشريعات طبعا، بس احنا عندنا حركه اكثر يعني. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا ست النائبه مارسيل سمير.